نبقى دائما في برنامج مقامات التي دأب إلى مرافقة المبدعين في رحلاتهم الإبداعية، ومن بين هذه الألوان الإبداعية التي نستضيفها في مقامات هي مجال الشعر. هناك من يرى أن أوهى البيوت بيت لا يدخله الشعر، كما يتساءل المفكر العربي أدونيس ويتساءل ويقول: هل ممكن للشعر أن يستغني عن الفكر؟ وهل يمكن للمفكر العربي أن يتقدم في مشروعه دون أن تطأ رجله أرض الشعر؟ واليوم كذلك نحتفي في هذا الحفل البهيج المباشر على إذاعتنا ميدينا اف ام بشاعر حقيقي يصغي جيدا لنداء الوجود من خلال لغته الشعرية، شاعر يراهن على قدرة القصيدة على اكتشاف المعاني الجوهرية للوجود وتقديم المسارات للروح في آن واحد، يؤمن بالرسالة الشعرية، يشتغل برؤى واضحة. إنه الشاعر المميز إبراهيم قهويجي، مرحبا بك أستاذ إبراهيم قهويجي. وأترككم، أترك الحضور الكريم وأترك مستمعينا الأوفياء مع السيرة الذاتية للمحتفى به الأستاذ إبراهيم قهويجي. الشاعر والناقد إبراهيم قهويجي هو باحث في ديتاكتيك اللغة العربية والأدب المغربي الحديث والمعاصر، عضو اتحاد كتاب المغرب، عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية، عضو فخري بدار ناجي نعمان العالمية بلبنان، مشارك في العديد من الملتقيات والمهرجانات داخل المغرب وخارجه، وهو يلقب بالنسر الملكي. من إصداراته المنشورة الكتب الآتية: ديوانين شعريين، الأول للأزهار رائحة الحزن، والثاني أنادك قبل الكلام. كذلك له شريط صوتي مشترك بعنوان لأجلك يا غزة بمشاركة الشعراء الدكتور محمد علي الرباوي، إسماعيل زويرق، عبد السلام مصباح وآخر. له كذلك كتاب طائر النار اللي هو في النقد الشعري، وكبسولات ليت شعر عام 2015. هو الذي رأى هوامش نقدية في تجربة الشاعر محمد أعشبون. كذلك الكتبة المتفق عليها دراسات في القصة المغربية المعاصرة الجزء الأول. له العديد من الكتب المخطوطة في نقد الشعر والزلزال المغربيين وفي النقد الشعري والقصصي والروائي. له العديد من المؤلفات بالاشتراك مع كتاب آخرين. قدم العديد من الكتب الإبداعية لمبدعين مغاربة وعرب، كرم عربيا من قبل منتدى من المحيط إلى الخليج، ووطنيا في كل من مدن مكناس، فاس، مولاي إدريس زرهون، سيدي قاسم، تيفلت، أزرو، الحاجب، واللائحة طويلة. وهو اليوم يتوج كشاعر إذاعة ميدينا اف ام لسنة 2018. شكرا لكم، وتحياتي دائما للحضور الكريم ولكم مستمعين. أشكركم دائما على طيب استماعكم، ونحن دائما مباشرة من خلال هذا الاحتفاء التي دأبت ميدينا اف ام أن تكرسه كل سنة، ونحن نحتفي بالشاعر إبراهيم قهويجي. فمرحبا بك ولك الكلمة للتعبير عما يخرج صدرك. عبد الله، شكرا لإذاعة ميدينا اف ام في شخص مديرها العام سي ميلود، والطاقم الإعلامي والطاقم التقني وكل عاملين بهذه الإذاعة الشابة في طاقاتها العميقة في برامجها. في البداية لا بد وأن أشير إلى أن إذاعة ميدينا اف ام فتحت قوة ثقافية جميلة في البداية معايا مصهرني، وهذه القوة ستتسع أكثر في مقامات، بالإضافة إلى برامج أخرى أستمع عليها وأنا ذاهب إلى الخميسات في رحلة يومية أو شبه يومية من أجل العمل، برامج في الجامعة، برامج في الزراعة إلى ذلك. بمعنى قد أسمي هذه الإذاعة بأنها إذاعة القرب
وإذاعة الانفتاح، وهما سمتان تميزان هذه الإذاعة. أتمنى لها خطا تحريريا مستمرا ومنمازا في تجربتها. أيضا أشكر هذا الجمهور النوعي على قلته، وشكرا للذين كرموا وهرولوا. كما أشكر أصدقائي النقاد والقاصين والمبدعين على اختلاف ألوانهم وأجناسهم الأدبية، وسعيد بطبيعة الحال بهذا الاحتفاء. وإن كنت في قرارة نفسي كان الأجدر، هناك من هو أجدر مني بهذا الاحتفاء، فأنا ذرة صغيرة في قارة الشعر. فإذا قارنت نفسي بالرباوي أو زويرق أو بن طلحة، فما أدراك ما هؤلاء العظام، أو راجع أو سوء الذين غادرونا أو الذين إذن. فأنت كذلك لك مكانة كبيرة بين هؤلاء الذين ذكرتهم. طبيعة الحال وهذا الاحتفاء لا يزيدنا إلا إصرارا على القدوم والحفر في القصيدة، والحفر لاقتسام هذا الجمال الذي للأسف لم يبقى السادة القضاة والسيدات القاضيات ليسمعوا الجمال، لأن لولا الجمال لا يمكن أن نعيش، لأن الجمال في كل شيء، في مخلوقات الله، في النباتات، في الزراعة، في القضاء، في كل شيء. إذا غاب الجمال سيغيب الإنسان، سيغيب جوهر الإنسان، ستغيب روح الإنسان في الإنسان، لأن هذا الجمال هو الذي يربي لنا الحواس، يربي الذوق، يعطي الرؤية إلى غير ذلك. الكلام يطول. شكرا مرة أخرى لك مولاي عبد الله على هذا التقديم الذي قد لا أستحقه. لا بالعكس بالعكس، وكما ذكرت على ذكر الإنسان، فقال المفكر الأمريكي فيهر بريرت ميد: لا يمكن تطوير وعي الذات دون الاعتراف بالآخر. وحسب شيخ زجالين دريس أمغار المسنوي، الاعتراف بالآخر فتح من أنسنة الإنسان عبر الوجود، وهذا الحفل هو اعتراف في حد ذاته بالإنسان في كل هذه المجالات. فأنت تستحق كل خير، و أطلب من صديقك الشاعر عبد الله فرجي الحاضر معنا الذي يشرفنا بحضوره كذلك، هو الذي سيسلمك جائزة شخصية 2018 في الشعر، وأنت تبحر في فضاء عوالم الشاعر إبراهيم قويجي، تسجل صفاء الصورة الشعرية، صفاء الروح، صفاء المعنى، صفاء الرفاء، صفاء التجلي. فهو يستطيع بالقوة التخيلية وحدها السفر في تخوم المعرفة. هذا التزويج هو اعتراف من إذاعتنا بالثقافة التي هي مرآة المجتمع، هذه الثقافة التي لها حمولات وقوالب نقدمها في مقامات بشكل يرقى إلى تطلعات المتلقي. فهنيئا لك وهنيئا لنا بهذا التتويج، وأشكركم، أشكر الحضور وأشكر مستمعينا الأعزاء.